كثير ما يتصل بناس بنات أمهات آباء، والله ولدنا صار عمره 18 سنة، خرج من البيت، صار عنده أصدقاء، صار يؤوي بنات، صار يتعاطى، صار عليه علامات، صار يشك في الدين. هذه أسئلة تتكرر كثيرا، ويجب أن نستوعب هذه الأسئلة، يجب أن نعيها. كيف نتعامل مع أبنائنا في مثل هذا الجو وفي مثل هذا الظرف؟ كيف نستوعبهم؟ كيف نحتويهم؟ كيف نحقق دور الأسرة؟ ليس بمجرد ما وجدنا انحراف عند البنت أو عند الولد رميناه وتركناه وهجرناه وكأننا فصلناه عن الأسرة تحت ذريعة أنه هذا يعني عضو فاسد أو يمكن يأثر على أخوانه وأخواته الباقيات. لا، يجب أن نستوعبه وندرك الظروف التي نعيشها نحن، ونحرص على أن نبذل وسعنا وجهدنا في الصبر وفي الاحتواء وفي ملاحظات، مجموع ملاحظات سوف أشير إلى العديد منها.